تفاجأنا انه احنا اطلاق النار صار يستهدفنا في بيتنا. انا ابني كان نايم على تخته طابق تاني، تفاجأنا انه اطلاق النار دخل من الشباك باتجاه ابني. ابني الحمد لله عرف يخرج ينط عن التخت والحمد لله ما اصابتنا شيء. حاولنا نتجمع في منطقة آمنة في بيتنا، لاحظت انه كل بيتي مكشوف، كل بيتي عم بدخل منه اشعة الليزر، طيارات الزنانة اللي بنحكيها موجودة جدا، بالاضافة لاطلاق الرصاص الكثيف جدا جدا جدا. من هول الصدمة اللي صحينا عليه، احنا لسه نايمين وصحينا على الاصوات، ما بنعرف شو اللي عم نحصل. بلشنا ناخذ توقعات، هجموا على حارة الياسمينة، بدهم يهدوا حارة الياسمينة، شو بدهم يعملوا، ليش جايين على حارة الياسمينة بدون سابق انذار. بتفاجأ انه جيراني دار العزيزي العائلة ما انذروهم حتى انه احنا عاملين هجوم. يعني احنا كجيران، انا ساكن بالبيت انا وعائلتي، احنا افراد العائلة سبعة، لما بلشوا اطلاق الصواريخ تسمع صوت الصاروخ بهز نابلس، يعني مناطق كتير بعيدة عن منطقتنا، سمعوا الأصوات وحاولوا يتصلوا فينا إنه شو اللي عم بيصير عندكم. يعني إحنا تعرضنا حوالي 7 صواريخ غير القنابل الصغيرة، بس أصوات الانفجارات وأصوات إطلاق النار الكثيف جدا جدا خلانا داخل بيتي أنا وعائلتي بحالة رعب شديد جدا جدا. هذا شو الطخ، شو صبق القنابل الصوت تهز الدار هذا. قلت لبنتي، بنتي معها أعصاب ومريضة، صارت تنفذ، لا تخافيش، ليش تخافي، عادي اللي بدنا نموت زينا زي الشباب. الساعة 2 اتصل على ابني دكتور، قال لي ستي وين انت، قلت له على الكرباي، قال لي قومي، قلت له بديش اقوم، بدي اضل قاعدة بالد شباب. طخ عن الصحي حرام اليهود، انه الله لا يورجيك، اخذوا اول شيء الاسطح كلياته بعدين فاتوا، ضلوا من الساعة 1 للساعة 5:15 ولا سكتوا من مرة، اخر شيء مسكوا قنبلة رموها هون، هزت الحارة هزت.